المقبلة لتمديد مهام المكتب الجامعي بشكل مؤقت لبضعة أشهر. كل الاحتمالات أكيد واردة، لكن قرار التمديد يبدو هو الأقرب بالنسبة لمواصلة مهام المكتب الجامعي. أخبار الأندية التونسية، الهيئة المديرة لقوافل قفصة قامت بتعيين المدرب سفيان الحيدوسي للإشراف على المقاليد الفنية لأكابر كرة القدم خلفا لإسكندر القصري. سفيان الحيدوسي باش يكون أول حصة تمارين مع الفريق مع القوافل خلال انطلاق لتحضيرات الموسم الجديد واللي تم تحديدها يوم السبت المقبل. كذلك اليوم كان الموعد مع ندوة الصحفية الخاصة بتقديم المدرب الجديد للاتحاد المنصري محمد الساحلي، يتحدث عن تجربته الجديدة مع فريق الاتحاد. فكرة كبيرة عندي على النادي، تجربة فيها تشالنج، فيها سر خاص، فيها رونق حسيته مزيان في الكلوب. ملي جيت 48 ساعة هنا شفت فما فولونتي، شفت فما إرادة كبيرة من الناس المقربة والهيئة المديرة، تحب رغم الظروف والصعوبات تحب تمشي لبعيد مع الكلوب، وإن شاء الله بقدرة ربي حاضرين للتشالنج هذا. تنتبع في الشامبيونا فما بوتنسيال، لكن فما دي لاكوني يلزمهم نتفادوهم وباش تعاود ترجع الكره التونسيه للمستوى نتاعها في الافريق. نحن كيما نقولوا البروجي نتاعنا يبدا بالاتحاد المونستيري اللي نتمنى تكون سيزون بلان سوكسي، وان شاء الله ذاك اللي معاملين عليه والباقي على ربي. هذا محمد الساحلي المدرب الجديد للاتحاد المنصري، وكانت له تجارب كبيرة أيضا في البطولة النمساوية. محمد الساحلي كذلك أيضا يتحدث عن أهدافه مع فريق الاتحاد الرياضي المنصري. أكيد الأهداف متاعنا أنه نلعب على ثلاثة واجهات، يمكن نمشي لبعد حاجة فيها من يكون نجاح في الثلاثة المشاركات تشامبيونز ليج، البطولة والكاس. كما قلت الإفكتيف عندي فكرة عليه كبيرة، قاعدين نخدموا عنا ملفات قيتها جاهزة وحاضرة، فما حاجات مازالت معناها اونفا فيناليزي معناها اليوم غدوة بعد غدوة، فما هو من هنا لاخر الجمعة باش توضح برشا امور بدون ذكر الاسماء. الميساج متاعي قبل الميساج كنت ديما نسمع انه جمهور الاتحاد المونستيري جمهور يحب الكلوب متاعه وجمهور يشجع بقلب ورب. لابيل متاعي كملوا كيك، الجمعية اليوم مستحقت لكم في الظروف الصعبة هذية، إن شاء الله تقعد وراء الجمعية وراء الولاد، فما وليدات الصغار مش الله نسيوهم، فهمت، يلزمهم شوية صبر، يلزمهم شوية دعم وشوية وبرشة بوزيتيف إنرجي. هذا لابيل الوحيد اللي عندي، وإن شاء الله الميدان باش يوري الخدمة اللي مش نعملوها، وإن شاء الله أيامات زينة مقبلة على الاتحاد. بعد قرار تأجيل الجلسة العامة الخارقة للعادة للاتحاد المنصري للجلسة العامة الانتخابية لعدم ورود ترشحات رئيس وعضوية الهيئة المديرة، رئيس الهيئة التسييرية عامر الحيزم يتحدث عن مواصلة مهام وصلب الهيئة التسييرية والخطوات القادمة استعدادا لعودة النشاط. الفترة هذه فترة صعبة برشا، سرتو قبل نهار 20 عندنا الليست افريكان، ان شاء الله لازم نقدموا الليست نتاعنا، دونك ما فما حتى حد باش تقدم رغم المساعي اللي قدمنا بها وحكينا مع برشا عباد، لكن حاله الضروره اقتضت انه احنا توا نواصلوا. البارح ظل يهبطنا البلاغ نتاع تاجيل الجلسه العامه العاديه والجلسه العامه الانتخابيه، يمكن نهارين ثلاثه ايام اخرين نحدوا الموعد نتاعها، الموعد الجديد اللي باش يكون ان شاء الله يمكن نهايه شهر اوت. من هنا الغادي احنا باش نحطوا الجمعيه على السكه كما نقولوا، نحطوا نعملوا الانتدابات اللازمه، نرفعوا المنع من الانتداب، وان شاء الله نترشحوا للدور الثاني نتاع الدوري الادوار التمهيديه هذه نتاع رابطه الابطال الافريقيه، ومن بعد لكل حادث حديث ان شاء الله نلقاو، ان شاء الله تتشجع تبدا نتائج باهيه وتشجع العباد ان شاء الله باش يقبلوا باش يشدوا يكملوا علينا ياخذوا علينا الرولاف،
وربي سهل وكاف. محمد ساحلي اليوم انطلق في التحضيرات مع الاتحاد المنافسي استعدادا لعودة نشاط البطولة وايضا المسابقات القارية، وهو اليوم كان موعد انطلاق التحضيرات بالنسبة لجل الفرق التونسية على غرار النادي الافريقي، درب بعد قليل ستة في حديقة الرياضة تحت اشراف الإطار الفني الجديد بقيادة الفرنسي دافيد بيتوني. ايضا الترجي الرياضي درب في حديقة الرياضة ب وسط حضور المنتدبين الجدد، الحارس بشير بن سعيد، الظهير الايسر ايمن بن محمد، والمهاجم يوسف العبدلي، ايضا الملعب التونسي اولمبي البيجي، الى غير ذلك برشا فرق كما قلت. اليوم بدات التمارين، رجعوا التمارين استعدادا لانطلاقه الموسم الجديد. الهيئة التسييرية للشبيبة الرياضية والهيئة المديرة للشبيبة الرياضية بالعمران أعلنت تعاقدها مع الظهير الأيسر السابق للجي اس كا أسامة رمضاني بعقد لمدة 3 مواسم، نفس مدة العقد اللي كان أمضاه الجناح سيف السعداوي قادم من جمعية أريانا. المدرب التونسي طارق الجراية ينسحب من تدريب أهلي طرابلس الليبي بعد الهزيمة البارح ضد نادي النصر 2-0 خلال منافسات الدوري الليبي مرحلة السداسي اللي تدور في إيطاليا في مدينة ساسولو. اليوم في إطار ودي مانشستر يونايتد الإنجليزي واجه روزربورغ النرويجي، مباراة انطلقت 5 PM نهاية الشوط الأول 0-0، مباراة حضر فيها أساسي لاعب المانيو الدولي التونسي حنا بعد المجبري العائد من الإعارة من نادي إشبيلية الإسباني. من أخبار الرياضيين المتاهلين للألعاب الأولمبية باريس 2024، وقبل أيام قليلة عن انطلاقة هذا الموعد المهم جدا، الموعد والتظاهرة الكبرى. اليوم الأصباح كان موعد تحول بطل المبارزة فارس الفرجاني إلى مدينة أوريليون الفرنسية لإجراء آخر تربص ليه قبل ما يستهل مشاركته في الألعاب الأولمبية يوم 27 من هذا الشهر. نسمعه فارس الفرجاني في تصريح كان أدلى به عبر الصفحة الرسمية للجنة الوطنية الأولمبية. إن شاء الله اليوم قادم ماشي باريس 2024 باش نلعب في ثالث العاب اولمبيه. يعني اهم حاجه عندي نحاول نلعب البيك بيرفورمانس نتاعي باش نجم ونحقق حلم حلم العباد اللي تبع فيه مليانه صغير الكل. واهم حاجه عندي هي اني نحاول نلعب احسن سكرين موجود، احسن سكرين بوسيبل نجم نخرج. ان شاء الله شرفتكم تحيه تونس، وان شاء الله يا ربي تكون شاء الله هذيك ونفرح تونس الكل ونهز علم تونس عالي. بالتوفيق لفارس الفرجاني وبقية العناصر اللي باش تمثلنا شرف الألعاب الأولمبية باريس 2024. اليوم زر التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات، أون جيبل تتراجع للمركز 16 لتغادر قائمة أفضل 10 لاعبات في العالم. نذكر أونس جيبر في آخر مشاركاتها في بطولة ويمبلدون انسحبت منذ الدورة الثالث. نرجع لكرة القدم عالميا، البارح بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الأرجنتين، أنخيل دي ماريا أعلن اعتزاله دوليا في سن 36 عام بعد مسيرة حافلة من التتويجات أبرزها بطولة العالم 2022 في قطر، وأيضا كوبا أمريكا في زوز مناسبات 2021-2024. أيضا نجم منتخب سويسرا شيردان شاكيري في سن 32 سنة أعلن رسميا اعتزاله دوليا. هكا نكملوا في الاسبور، إلى اللقاء. الدكتور حكيم. البتنجان كما كان زنبع قليل اللي يعرفوا وقليل اللي يأكلوا. البتنجان من الخضرة اللي ما فيهاش برشا ملح.